مؤسسة المال نموذج نجاح رائع جدا عمله حازم شريف، تجربة صحفية محترفة ورائدة ومقدمة نموذج نجاح في واقعنا المصري وفي ظروفنا المصرية، فهي تجربة نجاح رائعة ومدهشة وترجعك إلى تجارب النجاح في تأسيس الصحف الكبيرة العملاقة اللي عاشت العمر ده كله زي الأهرام والأخبار. إحنا قصاد مشهد صحفي بالغ التاريخية مران المال ونجاح محكوم بروح مؤسسية وصناعة حقيقية، لأن إحنا عندنا مشكلتنا إن إحنا بنصنع الصحف على طريقة الورش، بيبقى ورشة موجود فيها روح الورشة وطريقة الورشة عشان كده ورشة بتقفل. لكن حازم عمل في المال تجربة المؤسسة من اللحظة الأولى، حال مؤسسة جرنان دي حاجة مختلفة متميزة وغريبة عن واقعنا المصري اللي مليان ارتجال وعشوائية أو حماس ورغبة في الجري وراء حلم بدون تخطيط وبدون ثقة الحقيقي في التخطيط وفي وضع دراسات جدوى وتطور ومراحل. المال نموذج شديد الجمال والروعة، وأعتقد أنه في وسط الأزمة الصحفية اللي العالم كله فيها ومصر بالتأكيد فيها جدا، يعني بمنسوب أكثر يعني انحدارا وتهاويا، يبقى تجربة زي تجربة المال شديدة النور وسط كل الحالة من حالة الصحافة المصرية. واحتفال النهاردة 15 سنة، احتفال باستمرارية ومشروع ناجح مستمر وقادر على انه يتطور وينضج ويأسس اكتر ويصنع ثقل اهم، وده شيء يحسب لكل العاملين في المال وكل افراد المال وكل ابطال المال من اول زميلنا في البوفيه لغاية حازم شريف. مبروك وكل يوبيل وانتم طيبين.